مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن موقف القوى الكردية من الجلسة الأولى للبرلمان ينضم معنا مباشرة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ريبين سلام. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية. يعني تأجيل مستمر وخلافات لم تحسم، ماذا يحصل داخل القوى السياسية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لجنابك ولكافة المشاهدين. شكرا لك. بالنسبة لما يحدث داخل قبة البرلمان، إنها انتقال للخلافات. البيوت السياسية المكونة منها الكيان السياسي العراقي إلى داخل البرلمان، يعني من الوسط السياسي الخلافات تسربت وكما هي موجودة في داخل قبة البرلمان، علما بأننا مع إجراء الانتخابات يعني بتوقيت 10/10 هناك 3 أشهر يعني أمام القوى السياسية، كان من المفترض أن يحللوا أو يكونون واصلين إلى نقاط مشتركة وخطاب منسجم على الأقل على صعيد المكونات الثلاثة الرئيسية يعني المكونات السياسية العراقية. سيد رابين، يعني الخلافات هذه التي يعني جلبت مع السياسيين إلى داخل مجلس النواب، من هي الجهة يعني التي تقف وراء يعني هكذا أمور والتأجيل المتكرر، وماذا تريد برأيك؟ بصراحة بيتي السنة والكرد اتفقوا بصورة أبكر من الأخوان في البيت الشيعي. الآن حتى الانتخابات المبكرة تمت على أساس غضب الشارع الشيعي، والآن أيضا النزاع الأكبر هي في البيت الشيعي مع الأسف. يعني تعودنا في العمليات السياسية والكابينات الوزارية السابقة أستاذ الفاضل، سابقا كان هناك اتفاق في البيت الشيعي، بعد ذلك تأتي أو يجر وراء هذا الاتفاق اتفاق البيت السني والكردي. الآن انقلبت الآية، نعم، وأصبحت الاتفاق في البيت الكردي والسني تمت. كديمقراط الكردستاني نحن دائما نكون مع تقارب وجهات النظر، وحتى البرزاني لعب دور كبير في تقارب وجهات نظر في البيت السني وشاركتنا في الصراع البيت الشيعي لحد هذه اللحظة ونفس المسافة. طيب يعني سيد رابين، يعني هناك حديث، عفوا على المقاطعة، هناك حديث بأن الخلاف أو الخلافات داخل البيت الكردي أيضا بشأن منصب الثاني لرئيس البرلمان، يعني أيضا أحدى أسباب التأجيل. بالنسبة لي لا، رئيس البرلمان لحد الآن لم يتم التصويت عليها. حضرتك على متابعة أكثر منا وعلى دراية بأن رئيس البرلمان لم يتم الاتفاق، وبعد ذلك يتم تنصيب يعني نائبي لرئاسة البرلمان. وأكثرية يعني مقاعد البرلمانية عند الديمقراطية الكردستانية والاتحاد الوطني متفقين. نعم، لكن ما قصدته سيد رابين أن هناك كان يعني شبه اتفاق وإجماع على شخصية شاخوان، يعني لكن حركة الجيل الجديد رشحت سروة عبد الواحد، والديمقراطي الكردستاني رشح شاخوان أيضا، يعني هذا يعني موقف جديد ومتطور. صحيح، سوف نشهد هذا الموقف من إخوان في جيل الجديد باعتبارهم معارضين، ولكن المعارضة لا يجب أن يكون معارضة من أجل المعارضة، يعني يجب بناء في العراق بأكملها، ولا توجد تفكير في إما يعني إما أن يعارض وإما أن يشترك. بالضبط، لا بالضبط، يعني لا، المعارضة تكون بناء وجيهة ومنطقية وواقعية، وليس معارضة من أجل المعارضة بالطبع. أكيد. طيب برأيك من سيشكل الكتلة الأكبر؟ والله أستاذي الفاضل، العراق بلد الساعات والدقائق الأخيرة، في الوقت الحرج سوف يتم الضغط الزمني
والثقوفات الدستورية يتم استخدامها ضد مختلفة. ف 15 يوم أمام يعني رئاسة الجمهورية بأن يختار شخصا حتى يبين بأنه الكتلة الأكبر، ولكن هذه المسافة قبل بيان الكتلة الأكبر إنها طراق سياسي يتلاعب الجهات السياسية في هذه الفترة، ولكن عند بيان الكتلة الأكبر من يعني عند بيانها لمدة 15 يوم ملزم هذا الشخص أو هذا المكلف بأن يشكل الكابينة الوزارية، وبعد ذلك اليوم البيت الكردي يكون ملزما بتقديم رئيسا اسما لرئيس الجمهورية، واتفق الطرفين طيب سيد ربيع يكون اسما واحدا. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني هل حسم امره بالانضمام لجهه محدده لتشكيل الكتله الاكبر؟ يعني هو حاليا كما كان سابقا كبيضه القبان، اينما مال تميل الكفه معه. نعم، تميل الديمقراطي الكردستاني الى الجهه التي تكون فيها القطبين الرئيسيتين أو الازدواجية الموجودة في البيت الشيعي كما هو موجود في البيت الكردي والسني. يعني عند اتفاق بين الازدواجيتين أو القطبين في بيت الشيعي الديمقراطي الكردستاني رأسا تميل إلى هذه الجهة. نعم سيد ربين، بسؤال أخير يعني، وبرأيك يعني كيف ستحسم الجلسة ومن سيكون رئيسا للبرلمان، وهل ستحسم اليوم؟ لا أتصور شخصيا بأنه ستحسم اليوم رئاسة البرلمان، لأنه ليس فقط التوافق في البيت السني مطلوب، وإنما التوافق في البيت السني باعتبارهم أخ الأكبر وأصحاب مقاعد أكثر في المجلس النيابي مهم جدا. فلا نشهد حلحلة والاتفاق على الرئاسات الثلاثة إلا عند البدء في التوافق والاتفاق بين الأخ الأكبر المكون الشيعي يعني في العملية السياسية. نعم القيادي في حزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك.